منها إلى إعادة إدماج السجناء وفتح جسر التواصل بين العالم الخارجي والوسط السجني المغلق، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون الانطلاقة الرسمية لإداعة إدماج. اليوم نعلن الانطلاقة الرسمية لراديو إدماج، وهي إذاعة سجنية بامتياز تدخل في إطار استراتيجيات ومقاربة استراتيجية للمندوبية العامة في سبيل إعداد السجناء لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم. دعم السفارة البريطانية للمشروع هنا في دار البيضاء أول مرة عندنا الدعم يقدم من السفارة البريطانية، فأنا أتمنى أن هذه هتكون مش الآخر مرة، بس هنشتغل مع السجناء في المغرب، فممكن يعني في الشرق الأوسط، في أفريقيا الشمالية برضو، عشان الريانتجريشن السجناء بعد الوقت داخل السجن هتكون أسهل. تهذيب السلوك وتحسين المدارك عبر باقة برامجية مختلفة تم تحضيرها بمساهمة عدد من الشركاء تستجيب لمختلف الاهتمامات وتلبي جميع الأذواق. عبر ماذا؟ عبر مجموعة من البرامج التي تحملها هذه الإذاعة واللي تم التحضير لها بمشاركة ومساهمات عدد من الشركاء الذين وقعنا معهم اتفاقية شراكة. أذكر مؤسسة محمد السادس لإعداد الإدماج، أذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرابطة المحمدية للعلماء، والإذاعة الوطنية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نازلة بسجن المحلي عين السبع، أقضي من العقوبة سنتين. أنا جد سعيدة بهذه المبادرة الفريدة من نوعها والقيمة دي لإذاعة الإدماج، تغير مفهوم يعني النزيل بكون أنه منفسح على العالم الخارجي، وأنه عنده حق كإنسان، يعني رغم أنه مسلوب الحرية ولكن عنده الإرادة والقوة، وعنده أنه الإنسان المثقف الواعي الذي يمكن يعطي للمجتمع الخارجي بالرغم أنه ما كيتمتعش بالحرية. كنشكر الساهرين على هذه الإذاعة، هذه كل من 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 المديرية المندوبية عفوا والإدارة، والسيدة المديرة اللي سمحت لنا أننا ندمج يعني وحستنا بالتعايش والتسامح. استجابة وإيمانا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأهمية الإعلام وأهمية وسيلة الراديو في التثقيف، في التحسيس، في التوجيه، في إيصال الرسالة بشكل سلس وسهل. فإذا الهدف ديالها الأسمى هو في الاسم ديالها، وإدماج وإعادة إدماج النزلاء، قصد بداية مسار صحيح سوي بعد انقضاء فترة العقوبة. مشروع آخر ومبادرة تعد هي الأولى من نوعها إفريقيا وعربيا، ترفع بها المندوبية العامة لإدارة السجون التحدي من أجل الإدماج وإعادة إدماج السجناء خصوصا بعد انقضاء فترة العقوبة.